ايه في حياتك؟ قالي ليه؟ بيقولوا كل اللي كان على المركب تعيش انت. انا كل اللي قاطع في قلبي الواد اللي بقى يتيم الاب والام ده، مين هيرعيه ياخد باله منه؟ امال انا رحت فين؟ يلا يا حيوان. بالشوكة يا ولد. هادي هادي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا لهوي يا رب، والنبي يا رب شيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص. الصباح الصباح بكرة اخي اومو. انت رؤوف رأفت رمان الدرديري؟ اومو. تعرف منار مصالح عبد النعيم؟ ايوه يا فندم. خي بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده. كل سنه وانت طيب. السنه وانت بتشتغل في محل ورد دليفري يعني وتروح تيجي المعلم يضربك تاخد بقشيش. يا ريت تشوفني بحاجه. شوفك حاجات كتير يا رب. بس ثانيه واحده يا رب. ثانيه واحده. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهل كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير بالمزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يا يعني شويه حركات كده حب وغرامه ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. الورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. اه بقول لك يا منور، ليه طلب يعني؟ بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هتيب نفسي كمان. اه افهمك بعدين. معلش معلش يا بابا. بقى باي باي عشان المايه هتسقع. بابا بابا بابا. شوف 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 قلبي الملهوف بيقول يا صباح الفل. شوف شوف انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفارق بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مديحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصبح ده الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هات لي اللطيف ده. رخصه. حاضر يا فندم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، قاوي دي تبقى تيتا.
تيتا فاضي حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا رمان ده جده جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم حاضر. فوق حضرتك ساعدني بس عشان عربية قديمة. شد شد يا فندم شد يا فندم. شك اصل حضرتك مش واخد بالك انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا ان هي اصولها المانية عاشت هناك يعني. وبعدين العربية دي تحفة بتاعة ابراهيم بيع وكاشة ومدير مكتب الحكمدار. حضرتك شفت مسلسل ملك فاروق؟ بقول لك ايه؟ انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، انت فاهم يلا ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم مفيش حاجة. انا ماليش دعوة بتاريخ ام العربية، انا ليا دعوة بالورق. بس انا كمان حضرتك على العربية كقيمة يعني كأنتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطة سياسية. وانا صحفي. وانا وربنا معافهم، وربنا معاف الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتفتحها يوم النهارده هي ايه؟ الهامبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله. ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض اشتري 5 وخد 5 هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي. هستنى تليفونك. ها تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرايه يا بنت وحد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا امو. ممكن تقولي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي ترمي بلاء عليك؟ دي طبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ حصل خير. معلش استعب يا مهوان. انت بتنفخني ليه؟ اتخاني لو واكل اتخاني. بس اهدى يا استاذ. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده. الزبون دايما على حق. قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اخرس انت. انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده. أنا عيد ميلادي النهارده إن شاء الله وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنة وأنت طيب. بالمنظر ده طيب إزاي؟ سامعني. أنا اللي مجنني بس يا مروان حكاية إن الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وأنا أسكت أعمل إيه؟ يا مروان أنا بدور على كبرياء الكاشيه. قامة الكاشيه واحد فين؟ إيه ده؟ فعلت الباشا. عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابن الجهاز. قوم وصعدك. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه ام العربيه. ده انا. ايوه انا ابي عمر. انت فاهم يا فندم؟ ما قلتش حاجه. قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بتعلو الاوتوبيس اخواتنا. انا هاري سود ومنيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط. احنا مش ناقصين. يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا نايل بعيد. ايه هي ناقصه؟ ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز. البنت حلوه مش هتلاقي زيها يا عم. وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف انها زرقاء وما فيهاش حاجه تقيل. بس انا بص افهمني بس انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله. يا دي تيتا واثنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. ازيك يا بنات منار؟ ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصه وقصه. لحظه معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور. انا مش هبخل على العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف. انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. انسى اللي فات بقى يا رؤوف.
نفكر في بكرة ومستقبلنا مع بعض. بكرة أنا وأنت نكبر ونعجز ونضحك على اللي إحنا بنقوله ده. أبا مناها يا خليل القلب حازم يا روح. بس وربنا الفامل وربنا الفامل امشي انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسمي رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنه حلوه يا رؤوف سنه حلوه يا رؤوف سنه حلوه يا رؤوف هابي بيرثدي تو يو. نورتونا يا جماعه. مجيبة مناطي مصدقتي هتلعب شوية. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بي. لا طمن يا رمان انا قرص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة. هو انا طلقتها من شوية. هو كمان اخد مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخذ إقلام وشلاليت وبنيات تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي كمان جايب لي هدية. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان. ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا. انت كده بترميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقة بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكرة البيت المنارة دي زي القمر ومؤدبة. اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحة يعني كنت بتكلم من قلبي بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين. النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى. مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان. ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة أمه حبيب حبيبة أمه. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين سيرين سيرين. اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو. ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جايه من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب وفتحوا باب التقديم فيها. انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنين؟ هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك. انا عارفه فشاق لا 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 لا. انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امان ما تفوحنا بقى. قوم البس كده وانزل شم شويه هوا. بقالك 12 سنه ما خرجتش بقى بيه. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم سول الله يخليك. هو طيارك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش. اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه؟ انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. شيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامة. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظه مروان. هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوه عبالي زور مصر زاويه زاويه. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حته حته.
بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم. في مطعم لبناني اكله تحفه. رمانه يعني مو انا جاي على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رايك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الأبيض بحقيقة كله وقار ورجولة كتير حلو. ده أنا مولود بيه. يا غوفة إيه؟ ما تشوف جدك يا عم، الراجل ده زودها قوي. إيه ده أنت غيران؟ غيران من جدي؟ يا هبل هيعمل إيه؟ ده بيكتب اسمه بين يا جعيل. فنفش كده فنفش فنفش. كيف طيب الأكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانه رمانه بقى فيا اكل ايش بعد كنا امي يا اوف. ايه انت بتسقف؟ ما تشوف حالة جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده بقى صلاه على الترابيزه. هو ده غلبان، تيتك قوهته في صنف الحليب. مستقطع ليه؟ بس شوية وبعدك بتتاكل أكل. افا عمان بالدلع عمان والله حوجيكوا يا عمان تعالى حوجيكوا يا عمان. سيرين هتوحشيني قوي الليلة دي. أنا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكرة المطار. والله العظيم لأشوفك بكرة اهو. رمانة رح أشتاق لك كتير. والله يا أنا شايف إن مفيش داعي لحكاية الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عندي مروان؟ لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانة ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا عمان يلا عمان، ده انت خابطها خابطها. يلا عمان روح. يلا على فين؟ على البيت. لا روح ده ايه بقى؟ اسمعوا اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا، انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجرى ده؟ في ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه. امال يا ساتر ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله امال سفله. صاحبت صاحب وكان عشا من أنا مش عارف ليه مبسوط قوي النهاردة. أنا عارف يا عمان. قصدك إيه يا ولد؟ أنت عارف وأنا عارف يا عمان. اسمع يا رؤوف، أنا عاوزة تروح تقابل منار بكرة وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكرة بكرة؟ ليه الاستعجال يا جدعان؟ يا أخي سيبني آكل وأنا مبسوط. ألف هنا وشف، ألف هنا وشف. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ ألف هنا وشف. لا ايه خلاص خش عم كفايه كده، مش حاضر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى الزوم وين عجل؟ خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله يا عمان؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا يا عمان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه تقتحم تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف، جميله، عشها، استمتع بيها وما تخافش من اي حاجه ابدا. ومان صدق الله. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة.
ده مش قادر. بس قال لي انا عايز اكل سمين، خدت ضوابنا سمين عند الضهر شويه، وقال لي نفسي في رز بلبن، خدت ضوابنا رز بلبن شويه، وقال لي عايز اكف فلوكه في النيل. اتاري كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي، وقف على فلوكه واخد بساط، وفجاه هوب هوب ايه؟ مات مات يعني هوب ايه؟ ما توقف في العزا بتاعه. شد حيلك روبي، شد على الله يا سمين، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة أوي، مش درجة سمين بقى. معلش معلش أبدا يا سيدي. قال لي عايز أكل سمين، خدته عند واحد وقفنا سمين. بعد كده قال لي عايز أكل رز بلبن، وديته كرز بلبن. وبعد كده قال لي عايز أكل فلوكة في النيل، أتاريه كان بيودع مصر وأنا مش واخد بالي. خش يا سمين، خش يا سمين بقى. أهلا يا ريس، ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل انفد نفسي من الشغل. المؤاخذة مولانا سوء، معلش انا اسف انا اسف يا جماعة. المرحوم مات ازاي؟ وخد صابونه هديه. نجوى نجوى عودي مكاني، عودي مكاني دقيقه واحده بس، شكه قوي. منى انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت، ها؟ عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس اتاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا منى اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى ليلى عيني. هتشاي يا علي؟ يلا موان على مهل. جميلة يا اهلا وسهلا يا شواهد، نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش ما فيهاش حاجه، سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيلها، مش هتشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختامه نادي يا ابراهيم. انت بتعمل انت بقى ايه؟ سويت يا هاي سويت. تعال نطلع البلد ده. لا مش للدرجه دي، فانت كمان لعلمك مش حلو اللي بتعمله ده، عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. امشي لي القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا هو. مستهيف؟ ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجة، عشان ما انا بكلم الاستاذ. انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقة ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخلك؟ احنا فينا من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار، منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك هيما. شرف يا نهار اسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفة طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت، وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور، يعني اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه.
ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناه وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنع؟ عندك شقه؟ يعني ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها اه طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخبط يا هو. الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت مسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا اخلص يا ما بفهم حضرتك. ودخلت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي. لا سينما. لا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع. ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه يحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافندي اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مات. مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بيبا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم. هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين مع انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى مروان. بس يا مروان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر. بس نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. يلا. طب نكمل الفتح. يلا. يلا عارفين يا يلا. هعمل معاك الصح. صحيح. خد اختي يا حبيبي. يلا. يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ انا فاكرك هتعمل فينا حاجة. يا مناشوة. مناشوة مين يا ابراهيم؟ يا مناشوة. يا ابراهيم بيه مناشوة. بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. رؤوف بالظبط وسط رؤوف امار. زغرط يا بنت. عايز نقول لك انك عامل وسط مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صاي. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني. كله عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمس في وشي. احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا جدع افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم اوعى يا ابراهيم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش تصدقني يا مصدقك يا ابراهيم. انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك سمعتي. حاضر يا ابراهيم. اتفقنا. ما بيت اقفل دي بس. صباح يا صباح. مسا عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه اصل مدورها ومطرياها. قط النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنمدد. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سيجارتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل. انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها.
بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعخدش يا اخو بايم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 في ايه يا حبيبتي؟ اشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع ميت يا جدع. بيتك فين؟ عند استاذ رؤوف وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى انا شير رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه. هتلاقيني رايح جاي معايا ضيوف معايا ناس حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو جيسة بقى بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجة يا بيب. ايه؟ مش مشكلة خد ساعة البيرة دي. لا انا بحب اشربها سخنة عشان بتفكرني بالشربة. بعشق دماغك. حول ولا قوة الا بالله. ربنا لولا انها اموات ولا كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد خش خد راحتك على الاخر. بس دي ايه ده؟ ايه ده؟ مسا مسا رؤوف. مسا نو يا سيدي. يا جدع انت لغين عيش معايا اللحظه اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه مش كانت واطت؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا رهيب. انت عايز خد البيره دي ساقعه عيني على الصح. الله يخرب بيت مناه واليوم اللي شفت فيه مناه. بتقولي ايه؟ مسا مسا وبعيد. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هم خد يا حبيبتي اعتبر البيت بيتك خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. هات اسقع لك البيه، هات اسقع لك البيه. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقول يا. لا بقول مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا يا مدام. صح يا منار نفسي نتجوز بكره الصبح كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده. انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو رؤوف. استنى منار اسود النمر من المانيا. الو يا تيتا ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان مالك على الامن ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني بس سوري انا اسف انا اسف يا منار طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. تيتا ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر يلا. صباح حضرتك. حضرتك قول لي يا ولد هو ماتت؟ مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين يعني الدنيا حو وكلاب لو تقامت لو تقامت. نورتي مصر يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري.
عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. هل عملوا كل حاجة في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب؟ انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغاية النهاردة ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامل حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناوي تجي على الماني امتى؟ انت تخرس خالص. مش حاجه انا بقول لو حضرتك مستعجله الف وضع مطار اخرس. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره يا هانم. الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هانم. ايه البيت ما شاء الله. الله، العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هانم. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل يا تيتا حضرتك. يلا جوبن. اتفضل يا تيتا. اتفضل يا عمان وواوت. مصر كلها مواوت. الله، انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده، اوعى من قدامي. يا ابني ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ دي هتبقى مذبحه يا شريف، مذبحه. ميزه ميزه يا رؤوف. ماي جاد. جرايه يا مز. بدخل مع صحباتك. اخس عليك يا فايم. جوبن قاعد. الست دي كدابه. اخرسي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم، الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت، يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعه بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه. وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راوية، انتوا مش بتاخدوا في ألمانيا المواضيع ببساطة برضو؟ مش عرفك ان انا كنت في ألمانيا. ما انا والأستاذ رؤوف عشرة قديمة قابلته في لجنة قبل كده، هو وهو سايق عربية حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد الظابط، حضرتك جبت من الآخر بصراحة. ممكن كلمة على مفوض؟ ثانية بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظبط، انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح، ونقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده، انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف، خد تيتا وروح. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أراجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ انت حضرتك تيتا حضرتك، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تيتا هويا تيتا هويا.
ماتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع؟ ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي، في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في المانيا رئيس وزاره، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصه حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري تيتا، بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق، يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر نجر. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله يا منى. ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منى، مش تدخلي، اصل تيتا خرجت مش عارفه قاعد فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضيه قوي يا منى. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول، يعني استنى استنى شويه يا منى. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منا سوى، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك. رعد جوبلز، في الزوم جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار هتاكل نفسك وراها. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوري، يعني سوري، اسف، يعني مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا ما نواك عنك ما طفحت. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلت لك يا بهيره هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس. ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف، قوم العب. انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ ماشي، عشان عندي صداع اساسي. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. اه ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هم شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. في ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه يا فوز. ايه الكلام اللي مش لايق ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص، انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستك. هي فكاكي شريفه يا روحي عليهم يجننوا.
لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل بقى ويخرب بقك. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشرب مخدرات ايه؟ ايه مخدرات تتطور ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في الكلام ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتم نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوقع من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يعني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك. خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدردح شويه. مش معقول كسوفه مش معقول. يلا تيتا يلا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا ما حصل يا تيتا ربنا. ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل المناه دي زميلتي في الشغل وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم. وهو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا يا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حد يا تيتا ابراهيم بيشتغل في الديكور يعني بيعملوا الديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس ان الام عليا. يلا في 60 داهيه. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام لو تقام شويه كده ولا كده. الله يسلمك الله يسلمك. بتعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا انت عارف حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكين قوي اتفضل حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زكى زروق. الله يخليك يا معلم. زكى زروق شاك منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ الله. لا ما اقدر ما اقدرش مش هقدر. مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضل حضرتك. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا. حاضر يا تيتا. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي أختي. موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي شغالة مع رؤوف. أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا أسطى نقاش كبير أوي. أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الإيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم ده إيده تتلف في حرير. جرى يا حاجة وماله نقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايه رؤوف حضرتك يعني يخلق من شبه بعين. كل الناس بتقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اصل ابراهيم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي مش جايين يا تيتا نشبه عباشه. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكم جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافا منار. بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلي على النبي تتسلم. حيوان. قدامي يا حيوان. قدامي. عرة. عرة عرة مين يا دراجي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزك. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيله يا حيوان. عيله ايه يا تيتا؟ ما العيله خلصت ما فاضلش غير حضرتك وعبيه دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم يا رب. هو في حاجه يا ظروف؟ حضرتك ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك؟ انا بطمن بس. ما تطمنش بس الفضول. بحبش الفضول لو تقام ناس. يا مش هقطع شقط. بتشكي قوي. بتحرجني على فكره. معلش معلش معلش.
يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه يا واعي الماجد ديت ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليه حق عرب واخد حق حرفه واسلوبيه. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي شقيقي اخوك. بس اسمع رؤوف، الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع رؤوف يبقى راسك انت والتتة هتعلق على باب حارتنا وبالعشرة بتاعتي. ابراهيم ابراهيم احنا في مكان عام يا جماعه. عندها عندها يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منى امشي. واقفاني ليه؟ اتكل على الله امشي يا يعني. الف هنا وشوف ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما. شكلها مش هتعدي. انا بتضمر. هقول لك ايه؟ خاف اوح. حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك. امسك بسرعه بسرعه يلا امسك. ايه دي؟ نحاشي. مش دي ايه يخرب بيتك؟ بتحطوا لي في ايدي يا مروان. ناقص احراج في الكافيه مش كفايه الرايب زفت الرايب. اعمل بيها ايه دي؟ دي تضرب منها الجرتين خلاص؟ هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد. وجدتك دي بقت قد البوس. الله يخرب بيتك يا ماما. 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 يا اسود يا اولى اولى يا قطر. ندى صدقتك يا متخلف. بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش. ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط. اجيال بحالها بتتدمر. انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا راوي يا هانم ارجوك راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير. الولد غلط اه بس ده طيش شباب. وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكم سلبيين كده؟ اللي أخطأ لازم يتعاقب. وبعدين نقول بره بيتقدموا وإحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده آخر كلام عندكم؟ أيوه إحنا مصممين. أنا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وأنا بتاجر فيها ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وأنا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضية ضعاوة قبل كده ومشيتني. دلوقتي جايبة مخدرات بلوة بلوة بتحرق شعوب وبلاد. يعني مش يعني لازم أقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في إيده. ايه ده؟ استنى يا ابني. ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم ابوك 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 مش عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ يا تيتا حميني بقى حميني بقى. ده الظابط اللي في اسم اللي عنده ده بابي قال انه بخور. جبت منين حضرتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها. كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني يعني النوايا دي بتاعت ربنا بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص. انا هنتح يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ اه. انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هدي لك الفرصه. اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخو. اللي بيشيل قربه بتخو مش بتنقط بعد اذنك يعني. شانة عيد ادخل سلم على العريس. زيما نو الفرح. سلم على العريس. قوم يا عم. هتقوم يا جدع كده تسلم عليا. قوم يا عم. هو قال لي ما قومتش. اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دنور يا دنور. يا رياسه المسيئه البيئه دي. اللي جدتك مش شغاله لنا ده بتعاقبني. انا عارف انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي استنوا بس لحظه. بتبيب الف بركه يا تيتا.
ونبت انت شغلنا الاسطوره دي عشان اتحظنا والرجاله شويه عشان فرح اخت. ايه ده؟ اشرف ايه ده تملي؟ اسمع روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس فاهم؟ يلا ما تسمعش. نورت الدنيا نورت الدنيا وجودك قبل عن حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع انت؟ انت ما بتشوفش المقابله اللي قلتها له جوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقول لك ايه؟ ايه عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي انت ايه الاخبار بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك مبروك على ايه بلا خيبه؟ دي حاجه كده هتفرفشك. مفيشني ازاي يعني؟ هتزود عندك جرعه الرومانسيه. رومانسيه ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل باش تفاهه. ايه ده ايه ده؟ انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي جملت وجمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه يا موان. انت مواهق بص شعرك وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنه يا موان يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرف يا جامد؟ ها بس موسيقى رائعه تشني في الاذان مش كده؟ الاقي عند سعادتك كوبي احتفظ بيه. فيش الجو شويه. حاضر حاضر روح. نوا عوصه تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوا يا جماعه تشتمني فاحي فاحي. مش ملاحظه يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبه للجو العام؟ احنا في المانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيده. بس احنا في مصر فقاهه. اخرس نوا يا جماعه. وبعدين دي سيمفونيه قداس الموت حاجه شيك. قداس الموت وفاحي يا تيتا من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العمله السودا اللي انت عملتها. وربنا افركشه دلوقتي يا تيتا. اقطع البدله دي وافركشه. لمشي من قدامي روح كشتك. يلا غور. ايه الحوار ده؟ ده فاحي ده فاحي يا ساتر يا رب. نوايا يا جماعه. مبروك يا روفا حبيبي. بتموت فيك يا منار. كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حته ثانيه. انت غير يا جدع انت. ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي كله سباق. طب غني يا ما بلاش يا ايمن وليها شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ على فرح اختي. غني يا اطمت انا بعملها معاك. خلاص انا مجني. يا ناس قتيل الغرام مجروح وسال دم ويا حزنان وعليا طول عياط امه. كان قبل الغرام وردة ونشمه العشق خلاه دبل واصفر يا عيني امتى يحن الحبيب ويبوس ويضمه. يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا انت الزمان اللي بيحييني انت اللي بيروحني. بس يا غجر ايه السفاله وقله الادب دي؟ رايت انت هقول لك ايه؟ ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي عيب وكمان حرام. يا حاج احنا حرار وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلعطوني. جاك نقطه. البيت ده بيت محترم. لموا السلاح ده كله والا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز سلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا؟ ده خل السنان. صح تيتا ابو هيما ما بيكذبش. طب ما اللي حددك خله كفايه بقى يا تيتا. اخرس انت وليه السلاح يا زميلي. يا ابراهيم يا ابراهيم انتوا جايين تناسبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نصيطك في منطقتك. جايين نجامل العروسه ليه يا اختي؟ اختي عاملين رجاله وما بتخافوش؟ اه طيب رعد جوبل. انجروا على اوضتكم يلا. صباح الخير يا تيتا. مسيعه حفله الظريفه دي كان فرح جميل الحمد لله مبروك قوي. صباح الخير يا تيتا. امشي. حاضر يا تيتا. مالك؟ لا مفيش حاجه. منوع وفاحه وفاحه بقى. بس وش يا منوع يعني مسكه الايد دي بالنسبه لي قد ايه؟ حياه ربنا
يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحده ست كده يعني، عارفه بقى مسكت ايد امي ماتت وهي صغيره، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات الف مبروكه الف ما مش عارفه متلخبطه بصراحه. انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. اوعى يا منى انت في ايد امينه. ها رؤوف افتح لي السوسته. ايه حاجه يا منى انت بس فك السوسته ليه منى دلوقتي؟ يلا اخلص حاجه منى بصراحة ما اشوف يعني. انا كنت عامل حساب موضوع السوست ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل. يا منى هو ربنا سوى مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منى الضربة دي وجعتيني قلبي بجد يا منى. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر. هي الليلة كلها توتر بس هتفك هتفك بأمر الله. بقى ميه كده هجيلك عشان فتح السوست ده ليه سور. ها؟ ماشي. نوت بيتك يا منى نوت بيتك. ايه ده؟ يا اسود يا ليلى زي الزفت يا ليلى زي الزفت قدام يا حيوان. تعال هنا قدامي. تعال هنا يا متخلف. ادخل اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب. طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك غيره. هات حادثة كمان. وربنا ما معايا تاني. وربنا ما فيه. هم دول بس. وربنا ما معايا. ايه الادوية دي كلها؟ انت عيان ولا حاجة؟ لا تيتا مش مسألة عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعدة للفترات الحرجة يعني. مين اللي ادهالك؟ موان. موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرح ده. هو ووك بكرة. انا هسألك شوية اسئلة وعايزك تجاوبني بكل صراحة، فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على اسئله دلوقتي. ايوه. ومنار مستناني جوه يا تيتا. تتفلق منار. اوكي واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب ايه يا تيتا؟ يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كاليفورنيا. لا طبعا ما عنديش تجارب. ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا. طب سالت دكتور متخصص في ليله الزفاف؟ اه اسود. انا روح لدكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا. ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ مال ملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل ايه؟ طب يا تيتا ما حضرتك يعني دي ليه دخله لازم ادخل لها يا تيتا يعني. وبعدين خليها على الله. بعدين في حاجه حضرتك ناسيها اكيد. ماما مش حمار. لا اتضح انك انت اللي حمار. الادويه دي كلها ممكن تنفعك الليله لكن على المدى الطويل هتجيب داغ. يا تيتا مدى طويل ايه يا تيتا؟ وانا داخل كاس أم افريقية؟ يعني احييني النهارده وموتني بكره والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافة اللي من النوع ده مهمة جدا للشباب. وانا بقى جايبة لك كتاب لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لأي دواء. يعني تفتح حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا دلوقتي ومنور اللي متلقحة جوه دي. انت تخرس خالص. اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنعه؟ الله يخرب بيت. طب أعمل إيه؟ ما لازم أسأل أستفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا عمي. فوق. حاضر يا تيتا. اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى. انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها. وبص حتى اللفظ قواعد. في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا. احنا بنبني عمارة بنبني خلصانة. ده كتير قوي. حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة. ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم مسيح؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب. لا طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقولش يا تيتا. انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص 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 بطل عياط. خد ده ذاكره كويس قوي. اكيد بكره ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا عاوزتي. ركز يا واد. ركز ركز. هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا 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 وريني عرض كتافك. طب حاضر. مشاكين قوي. يا مروه اخسى عليك. ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوسته. بس بصراحه انت 100 100 شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي.
كان في شويه اسئله محوراني كده يعني، ممكن بصراحه ولا تتضايقي؟ لا. فاكره زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعه الكباه فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نعيش نتجوء شويه بقى يعني، ان شاء الله هقوله لك، بس انت هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، اهلك قدموا لك واحد عادي يعني، ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحتي قلبي. عايز اقول لك يا مناه، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه، وحياه ربنا كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك عطف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي، صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا منى. انت من اهل يا حبيبي. كفايه نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا صباح مع الصبح. صباح الخير ديتا، ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا ديتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي بقى بصي. ايه ديتا ممكن يعني اقتراح يعني اليومين دول نفكها شوية عشان احنا في شهر عسل؟ شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يدوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازة من الشغل، فياريت بقى لو تيتا الجميلة تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط، مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحية. أكيد كان فيه بطولة أواق ومهمة يعني، أصلي غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، مدام حنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت أمرك. مصروف البيت هيبقى في إيدي، وإنتوا هتدفعوا الضعف لأن أنا واحد وإنتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحة. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى، ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، حجز لكم تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا دي؟ مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه. ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونا بقى، يا حونا يا عيني. والله ما في حنيتها منى، والله منوة حلوة بالحلوة بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا منى؟ شنكيني. انت هتقفونا، احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ. كويسة؟ مساء الخير. اليوم اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره اجي هنا. هو اللي بيسالني بيقول لي لماذا لازم ارد؟ الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، اريد الماء، لم يعطوني الماء منذ اكثر من يومين. اسود معاك ميه؟ اريد الماء. اتفضل حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر الإيحاء النسبي بتاعه. المسرحية بدأت؟ أيوة. طولش على غرفنا. لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك إيه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي، امشي امشي. ما تزقش. امشي. محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟
لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقاومت لا خانت اسم لوكا. ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركوا لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه تعشينا بره. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. يا منار هتتخانق معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي ما عندهاش شخمه. اسمع قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها نعميها في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. خلاص يا تيتا. في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها لكن خلاص مش قادر. انا خايفه الست دي تجيب اخري ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه اهدي شويه يا مناه مش كده اعصابك. لغايه امتى يا رؤوف؟ ماشي ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله خرجنا واتفسحنا هو قصنا. ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف مفيش حاجه تقص كده غوفه رقص صغير رقص صغير شوية. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. اسمعوا ده جاتكوا خيبه في ودانكم. تصبح على خير يا منى نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى يعني. الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش الاكل ده كله باور مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني يا اهبل انت خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكم المصروف. ايوه بس ايوه منور منور معلش تيتا فين بصراحه ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منور. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. فجاه فجاه كده النكت كده وخان غاب ده انا هشنك وهوب انا من اواكل. اتفضلي عين العقل يا رويهان. هم موكليني اقبض ماهيتهم حتى اسالهم. اسالهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ اتاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. صباح الخير يا فندم. ايه يا ابني؟ اهلا ازيك يا تيتا صباح الخير عامله ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك هنا عشان شغلك؟ ايه يا مروان في ايه؟ مفيش يا فندم انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟ صحيح انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم. هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالاجه فاهم؟ يعني كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه. لكن عايز سلفه علشان بدله عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجه. جيل هايف جيل هايف فعلا يا روي هانم.
طلبك مرفوض. الله، يعني خصم 5 ايام علشان الهيافه اللي انت فيها دي. اتفضل. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. اتفضل. ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير. انا راجل وحداني ومراتي متوفيه بقى لها اكتر من 10 سنين. مش فاهمه. عايز اقول لسعادتك ان انا عايز اتطلب بيكي على سنة الله ورسوله، وفرق السن اللي بيننا مش فرق السن يا بجم. وبعدين يا رؤوف هتعمل ايه؟ مناع عندها حق بصراحة، بصراحة يا مروان، مناع استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف، الخلفة، الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني يا حبيبي، الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا احنا مفيش تركيز خالص، انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف، ايه الموضوع؟ اسمع اسمع هو نطش، ما تتكلم على طول. حاضر حاضر. بقولك ايه، انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت، ها، وتطيب خاطرها بكلمتين خلاص، تقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروحوا في اي حتة فاضية ما فيهاش تاريخ تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف؟ إيه؟ دي مراتي، اخد مراتي تحت الكوبري. يا منى دي ست كبيره يا منى، وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطري، عشان خاطر ربنا يعني، خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه، يعني احنا لسه في عز الشباب، نسيت ان احنا لسه عروسان يا منى؟ في ايه يا منى؟ ركزي معايا شويه، انا وربنا بص بقى. ها ايوه كده اضحك يا منار، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منار. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال، قول لك يا ابراهيم. خير. عايزك بصراحه يعني، والدين الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يا ابراهيم، حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جايه. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا بايك. مسا مسا رؤوف. يلا منار، يلا منار. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. تعالي بس، تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منار. مسا مسا بايك. مسا مسا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفي ايه يا منار؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا، يا اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه، ما تلم عليك يا منار. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم، نحس ببعض يا منار. يا منار انا راجل وبحبك وانت مراتي، فعادي بقى، عادي. وبعدين احنا مسيطرين، ما تقلقيش، سيطره سيطره. احب اقول لك ايه، اول ما اقول لك اوكي ابدأي، ها جاهزه؟ ها يلا يلا، بوس يا منار، بوس بوس، يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ نهار اسود، نهار اسود، نهار اسود. وربنا مراتي، انزل يلا يا رب. انت وهي ايه يا فندم؟ ده عبيط. انزل يلا، ده عبيط. ايه حضرتك حبيبي؟ وربنا مراتي، صدق صدق انت دي مراتي؟ وربنا مراتي طبعا مش هصدق. شهود وتلبس، الحمد لله يا رب، الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته، انا مش مشقوطه. ايه يا منار، ايه يا منار الكلام الفاضي ده؟ قدام جوزك انا مش مشقوطه يا فندم؟ الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاره ومخدرات، جاي حضرتك في المره اللي ما ينفعش تحبسني فيها، وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا رؤوف، المره دي هتتحبس بقانون. شوف انا وانت مستنيين اللحظه دي بقالنا قد ايه، وهي جت لغايه عندنا، عيشها بقى ارجوك، ما تفسدهاش. بكره الصبح هتتعرضوا على النيابه، والنهارده حباته في التخشيبه. يا فندم صدقني انا مراته. في ايه يا رؤوف؟ مالك؟ مش عارف مالي، حاسس جسمي ساقع كده، مش عارف شكلي تعبت. انتوا مصممين على الكذب؟ طب فين القسيمه؟ حاضر يا فندم، موجوده القسيمه الحمد لله. طب كلمتي انت، معلش 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 معلش، خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. الو، مساء الخير تيتا، ممكن التيتا يعني هات حضرتك معلش تجيبي لي قسيمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه، هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم لما زوج وزوجه يتقفشوا في عربيه في الشارع بذمتكم؟ ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ماك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجه يحبوا يغيروا يجددوا، مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا الكيومين في لوكاندا، سافروا الكيومين وقعدوا على البحيره. بحيره ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا، فيها في واقعيه شويه بقى. اخرس خالص.
الظهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب، لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خيط انت في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده هتقلبنا منار. ده ما حصلش كده في اسم يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك اتفضل. هات كمان. ربنا ما معايا. لا هات كمان في. ربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا كتير. كتير ايه لحسن حديك على بوسك. خلاص انت مفيش حاجه تنفذتي شويه استحملين. طيب غور من وشي. حضرتك غور نام. في حلم معين حضرتك تقول لي احلامه ولا احلم براحتي. شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر. وحشاني يا منور. سيبني في حالي، انا مش طايقه نفسي. مالك يا منور؟ حاسب حاسب. كفايه كده، روح انشر دول وتعالى خد الباقي. حاضر يا تيتا حاضر. منور مش عايزك تتعب نفسك في اي حاجه. لو عندك حاجه وسخه سيبها لي. بيبي اعمل ايه؟ يا تي بابا 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 شيل ايدك يا منور عشان ما اخنقك. متش ايدك على حاجه مش بتاعتك. اقف مؤدب. اوكي اوكي. ها مش طالعه شريري. خد تاكسي وهم. ها ابدا في مكان جديد ما فيهوش قهوه وضام. ها ما تقواش المأساة بتاعتي. يلا يا حاجه شوفي كاشيل ورايا ولا مش مكان عطلانه. ايه قدامك عطلانه. فين المدير بتاع المكان؟ يا اوفا مش هتروح ولا ايه؟ لا يا معلم اتكلت على الله. انا واخد وديه زياده من المدير. انت عارف الزوبه موان. راح ايه قعدتنا الذهبيه؟ الزبون دايما على حق. وانت يا زمن قاسي علينا زمن. يا تيتا حرام عليكي، الشمس هتحرقنا. مش عايز اقوى الاهومات. اسمع يا ولد، انت تسمعني وانت ساكت خالص، فاهم؟ العلماء لغايه النهارده ما قدروش يوصلوا لاوضه الملك، مما يدل على عبقريه الفراعنه. انت يا حيوان يا اللي اسمك ابراهيم بتعمل ايه عندك؟ عايزه مني ايه بس يا تيتا؟ عايزه مني ايه؟ ما انا سامعك وانت بتتكلمي على الفراعنه. فراعنه؟ اسمهم فراعنه؟ ما انت جاهل. اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد. استفيد من ايه لا مؤاخذة؟ دايما انا في شوية رمل وشوية حجارة وتقول لي استفيد. ده ايه الخروجة الزفت دي يا رؤوف؟ كنا رحنا القنوات الخيرية، كنا رحنا بنتيم، كنا شمينا شوية هوا نضاف. عايز تشم هوا؟ اه. من عينيا الاتنين. جوبلز رعب. كلاب لا كلاب لا لا كلاب لا لا كلاب لا. بص بقى يا عبدو، الحكاية ما فيها ان دي اختي منور. اهلا وسهلا. وده جوز اختي رؤوف. يا اهلا وسهلا. عندهم مشكله كده يعني، هما يحكوها لك بقى بمعرفتهم، بس انا عايزك تعمل معاهم الصح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قول يا منار. دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقه وكل واحد يعيش في نصيبه. يا سياده المستشار، حضرتك مش فاهم الموقف. الست دي تريب جامد جدا. الله، يعني صعب عليكم قوي كده وهي اللي معوراكم عامله البلاوي دي؟ ما انا شايف ما انا شايف. والله يا الاخت منار برضه قالت فكره يعني مش وحشه. احنا نرفع قضيه ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحاله العشره مع الست دي، وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وهتشهدوا كلكم انها ست مش طبيعيه. الله يبارك لك. احنا نشهد كلنا نشهد طبعا نشهد. طب برضه نسمع راي الاستاذ رؤوف. اتكل على الله يا استاذ عبده. ارفع قضيه. طيب في عربون ولا احنا هنعمل القضيه دي بالحب كده؟ يا جدع بالحب وفي عربون طبعا. في ادفع رؤوف. كام حضرتك؟ لا 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 ما باخدش فلوس في ايدي. اللهم صل على النبي. مش بقول لك يشرفنا. ما تفتحوا الباب. هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راويه سيف الدين القاضي. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليكي قضيه. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك، امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا اهو. الف شكر. سلام عليكم.
هذه هي القضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها. فالجاني يا أستاذ خلص بقالك 4 ساعات بتتكلم. طيب أنا أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لسماع الشهود. شكرا سيدي الرئيس. يا فندم أنا جاي أشهد مش عشان رؤوف صاحبي، أنا جاي أشهد عشان أرضي ضميري. الست دي تطهق بلد بحالها مش واحد ومراته. والعيش والملح يا سعادة الباشا لو الحق، التتة دي ما تتعشرش، دي مبهدلة أختي آخر بهدلة، أخت منار هي جوزها الأستاذ رؤوف راجل محترم. يا باشا دي مربية كلام مسعور عندها في البيت، السبع ده لوحده 4 عقل طايرة منه، ده غير لما مؤاخذة اللي أنا اتعضيت. بس أقول لك يعني دي مش موضوعنا، أنا حقي وهاخده، على الطلاق اللي هاخده، لما مؤاخذة سعادة الباشا. على اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني يا فندم، الولاد دول كانوا عايشين معاها في عذاب عظيم. تصور سعادتك جات لي مكتبي طالبة تاخد مرتباتهم بإيديها يا فندم. حضرتك أنا ولعت صوابعي ال10 شمع وما فيش فايدة، أكلمها بالهداوة تشخط وتنطق، أعمل لها سفرة مليانة أكل تبهدلنا وتبستفنا. حضرتك إحنا حياتنا كئيبة قوي، معيشانا زي ما يكون ميتنا ميت. يا فندم إحنا في عز الشباب عايزين نعيش زي ما إحنا عايزين مش زي ما هي عايزة. مساء الخير يا ريس. حضرتك يا فندم يعني سوري ان انا يعني متردد شوية لان انا مكنتش عايز اقف الموقف ده، خصوصا حضرتك يعني حضرتك عارف انها جدتي يعني. بس حضرتك انا عشت حياة يعني اخر مرمطة، ومش حضرتك السنة دي ولا اللي فاتت، لا يعني زمان من اول ما جيت الدنيا مرمطة 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 يعني، وكبيت وقلت استحمل، لكن اتعاملت معاملة حضرتك يعني مش يعني سوري مش قادر اقولها في المحكمة. بس حضرتك يعني امراتي حامل الحمد لله عقبال اولاد حضرتك، وحضرتك جدي قال لي الله يرحمه الله يرحمه قال لي انت لازم تكون قدوة، فحضرتك فكر معايا يعني تكون قدوة لمين؟ للناس اللي قاعدة دي حضرتك اكيد لولادي صح؟ ازاي حضرتك ابقى قدوة لولادي وانا بتعامل معاملة دي يعني؟ انا اسف يعني هفترض يعني حضرتك ممكن ابني يشوفني وانا ماشي سوري يعني بطلتش قفا يعني الحاجات اللي انا متضايق من تيتا عشان اعتقد ان ده مش هيبقى، لكن انت تعبان وفي نفس الوقت متلخبط عشان دي برضه جدتي وما كنتش عايز اقف في الموقف ده. انا اسف ان خدت من وقت حضرتك كتير، شكرا قوي. عليه العوض ومنه العوض يا حضرة القاضي. إذا كان أولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي إحنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. أنا عندي 85 سنة يعني رجلي والقبر، ورؤوف مش ابني، رؤوف حفيدي وزي ما بيقولوا أعز الولد ولد الولد. معقولة أقف أنا وهو النهاردة في محكمة؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه سور؟ خلاص ما احناش قادرين نعيش مع بعض؟ سور بين الولد وامه وسور بين البنت وابوها، خلاص خلينا نبني في اسوار لغايه ما نحس ان احنا عايشين في سجن. غلط ان انا عايزه اخليه يعيش كويس هو ومراته؟ يمكن أنا عصبية شوية، لكن والله العظيم أنا أملي في الدنيا إنهم يعيشوا مبسوطين. يا حضرة القاضي أنا مش عايزة حكمك، أنا خلاص كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف العقد أهو، ربنا يهنيك أنت ومراتك. خير يا دكتور طمني. استاذ رؤوف عيفة بتقول لحضرتك ما تنساش تاكل كلاب. حاضر حاضر هاكل الكلاب هاكله. اللهم صل على النبي بارك النبي بخير. اللي زي تيتا دي متاساسه على قديمه. عايز حاجه رؤوف؟ شكرا يا ابويا. عايز فلوس؟ ربنا يخليك يا ابويا. بيت خلي بالك من جوزك حاجنين عليه. ربنا يخليك. سلام عليك. سلام يا رؤوف هبكلمك. ها ماشي متشكر قوي متشكر قوي. حتى وهي تعبانه اكل الكلاب واوضات اوضات. بس البيت فاضي يا رؤوف. يا الله يا
تسلم ايدك يا هونه. اتفضل. حطيتي ملح؟ خدي حبه. لا ليه؟ ما بحبوش. سبحان الله، احلى واحده تعمل في الشاور ما بتحبش في الشاور. بقول لك يا منار، بكره ان شاء الله تيتا هتخرج من المستشفى، عايزين بقى نستقبلها باكله تقوم عضمها. هنزل اجيب لها شويه بتلو، وهي بتموت في البتلو حبيبتي، واجيب لها بطايه. حيلك حيلك ايه ده كله؟ تيتا ملهاش في الهيصه دي. انا عندي فرخه في الثلاجه اسلقها ونعمل شويه شوربه خضار. اوكي. بقول لك ايه، احنا خلاص هيبقى عندنا عيل، لازم نعقل شويه ونصرف في الاساسيات وبس، وما نقعدش نجيب في حاجات ملهاش لازمه. حد يا منار، انت حد يا منار، مش ناقصه الزعيق، ما صدقنا ان احنا شويه من الزعيق. خلاص احنا شكلنا كل ما فكها غلط يا حبيبي. ما هي كانت عصبيه قوي بصراحه، خليتنا فهمناها غلط. بس تصدق هي وحشتني، ما تقلقش انا هفرفشها لك. ايوه يا نهار اسود، نسيت اكل الكلاب. كلاب كده برضك يا رؤوف؟ حرام عليك بقى، وانا كل شويه هقعد انضف. ايش هيك يا منور؟ لو سمحتي، هي الحكه اللي كانت جوه نقلتوها اوضه تانية ولا لسه جوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله. ماتت وهي زعلانة مني يا منار، كان نفسي أودعها، بس أنا عارف إن هي كانت بتحبني، وأنا والله بحبها، بس ما كنتش أتصور إن أنا بحبها قوي كده. هو ليه منار إنسان بيشوف الوحش بس؟ الست دي كانت عصبية وبتتنافس، بس ما كان لازم تربيني. امال مين هربيني؟ مسكوا برضه يا منار، دول حاجة كبيرة قوي ما بنحسش بيها لما تروح مننا. الله يرحمك يا تيتا. الست دي يا منار هي اللي خلتني بني آدم. يا حيوان، انت فين يا حيوان؟ رؤوف. ايه ده انت؟ انت قاعد هنا وسايبني في الاوضه لوحدي؟ جايبني في مستشفى زباله ما بيفهموش اي حاجه في الطب، ادوخ شويه يدخلوني الانعاش. كفايه والنبي يا تيتا كفايه. الحمد لله على سلامتك يا تيتا. يلا يلا نمشي، يلا نمشي المستشفى دي. طيب يا رؤوف، طيب يا رؤوف. ما قالتش يا حيوان. لو تقاومتي افندم، ابقوا تاكدوا من المعلومات قبل ما تمرمطونا. حضرتك تقصد الحاجه راويه؟ انا كان قصدي واحده تانية خالص. الحاجه راويه دي صحتها بومب. تشيكين. يلا يا حيوان. ثانيه واحده بس حضرتك، علشان انا عندي البروفيل ده احسن من البروفيل ده. ف هي كاميرا فين؟ كاميرا ايه يا فندم؟ احنا اذاعه. يلا يا فندم. اذاعه جاهز؟ والقمه ده شيء الاخبار المغريه. هتبقى خالي وشفت ايدي معانا. بالنسبه لكوبري 15 مايو وكوبري اكتوبر ومنطقه وسط البلد، ففيهم كثافه مغريه عاليه، وقدامهم فتره طويله عبال ما يفكوا. ده ينفكوا سيادتك. طب ايه الشوارع كده؟ انا مواطن دوله عم محور، انقذونا لو تقوموا خلال ايام ان شاء الله. طب يعني الناس اللي رايحه مصالحها يا فندم بتعمل ايه؟ مش مشكلتي، انا لسه مخيش على الدائري. مش قادر، البيبي هينزل. امسكي نفسك يا حبيبي، امسكي نفسك شويه. خد الدنيا حوض على ده، خد على المنديل ده. كله تمام يا تيتا، كلمت ابراهيم وكلمت بماء اسعاف وشرطه الناس. انا بنصح كل الساده المجتمعيه اللي عنده مشوار ما ينزلش من بيته من النهارده. سامح يا الله يخرب بيت بشرتك الزفت. شكرا لرائد حسام عبد الواحد اللي كان تقرير المروري النهارده. انت يا فندم، انت سايب لي الدنيا بتضرب تقلب وعامل لي اللقاء هنا على الهوا. وانا اعمل ايه سيادتك؟ والله هم اللي وقفوني هنا. هنقلك فين تاني يا اخي؟ أنا آسف، احنا جالنا بلاغ من النجدة إن في واحدة بتولد هنا على المحور. اتفضل اتصرف، وريني الطريقة هتفتحه ازاي. اعتبرك اتفضل. ايه ده؟ ده انا مش قادر يا ماما. روح جيب لي تشتو مية سخنة بسرعة. تشتو مية سخنة على المحور، على المحور. اتصرف يلا. تشتو أصلا وتقام. تشتو يا جماعة، تشتو مية سخنة. تشتو وتقام. بتشتي معايا يا عم طوقان؟ تشتي ميه سخنه؟ تشتي ممكن الاقي مع حضرتك تشتي يا عم طوقان؟ لا يلا. براءة بتولد على المحور. على المحور يا عبي. شركة قوي، ده حلو قوي كده. بفضل ايه؟ تعالى طلع من عندي. تعالى ربنا يخليك. كمان انت كيماب، رفتك حلوه يا منار.
جالي كمان جالي كده بس يا اب معلش انا اخويا تيتا سيكا تيتا وانا مالي يا بايم مش وقته طب يلا تشوفوا وحشتني قوي الله يخليك يا فندم هي مراتك اللي تولد هي اللي تولد امك تيتا ما تنفعش كده شوفوا حاجه غلط العربيه عشان يا فندم لا تمام لا ده روح صديق يا فندم يا المدام بتولد خير ان شاء الله خير كله داري قشطه يا عمي شيل محمود يا عمي صعبت يا بايين معلش فندم قبل اولادك معلش استنى خلي الواد يلا يا بايين خلي المولود مبروك ولد مبروك يا حبيبي صب في عزك وعز يا مناه والنبي يا تيتا شيله ابعد ايدك كلها ميكروبات وابعد نفسك يا ناقص ودبني يا جماعه ابني يا ناس ان شاء الله هسميه رمان على اسم جدي رمان ده ايه ده حفيدي انا اللي هسميه حشمه ايه تيتا هو موظف ايه الاسم البيئة دي حشمة ده ايه؟ انا خير وطم الواد اخرس انت حاضر يا تيتا وزع شربات يا عنفودي وعادة ساعة عصير يطبق في عزي وعزك ان شاء الله مبوك كنا بيشيلوا تيتا ايه ده عدل؟ وما تسمعش كلامهم اسمع كلام تيتا يا حبيبي تيتا يا حبيبي يبقى حشمة بطاع خالص رهيبة مش عايزانا نبقى ابني لسه مخلفة